رامفير، تعرف إذا الكبار مو موافقين ما منقدر نقلهم لا. سومان، لو هذا الشي صار بيوم تاني أكيد ما رح أكسر كلمتهم، بس اليوم أكيد لا. يلا تعالي. سمعتي بالضبط يا مدام. أنا رح خلي ابنك تحت عيني ومصوب عليه سلاح، وهلأ بدك تعطيني المصاري أو بقتله. اسمعني شوي بس، حاول تفهمني. الحقيقة أنه نحنا خسرنا كتير مصاري بالشغل، ولهالسبب تركنا دلهي وإجينا نستقر بإندور، وأنا عن جد حالياً ما معي مصاري أبداً لأنه نحنا خسرنا كل شيء. صدقني هي هي الحقيقة. عن جد شو هالقصة الحزينة؟ انتم فلسين لكن. بس انا بعرف منيح انه عائلة ميتال من اغنى الاغنياء. اي معك حق، عائلتنا غنية ايه، بس صدقني حالياً ما في سيولة لأعطيك المبلغ اللي طالبه. والحقيقة اللي لازم تعرفها منيح انه كل المصاري وحتى مفتاح الخزنة مو معي. عن جد انت ام سيئة وتافهة كتير. حياة ابنك بخطر وانت مو مستعدة تجيبي هيك مبلغ؟ أنا بعرف إنه الأم بتعمل أي شيء مشان تحافظ على حياة ابنها. عن جد أنت أم غريبة كثير، عم تعرضي حياة ابنك للخطر بهالطريقة. يعني مو معقول اللي عم تعمليه. اسمع، أنا عم خبرك الحقيقة وفعلاً ما بقدر أمن لك المصاري مع إني بدي أعطيك ياهن. أنا متأكد إنك عم تخدعيني. لا نهائياً، أنا رح أحاول. ليك أنا رح أعمل كل جهدي لأدبرهم، صدقني رح أعمل لك كل المبلغ، بس أعطيني مهلة. لا ما حذرتي أبدا، وقتك انتهى.
ابني رانفير ابني ماما ماما شو عم بيصير معه؟ طلع صوت رصاصة الوضع ما نو آمن يلا يلا نروح طيب والباقي بدهم يضلوا لازم نطلع من هون فورا بس سومان سومان أنت منيحة؟ رامفير أنا منيحة بس شوف البنت تيتي ماما صار لها شيء؟ لا تخاف حبيبي أمك منيحة ما صار لها شيء سونالي هي انصابت بالطلقة يلي كانت جاية عليك بس ما تكون ماتت لا عم تتنفس سونالي رامفير معك شي محرمة حتى على الجرح لحتى يتوقف النزف رامفير خد البنت وفوتها لجوا ستي هاي البنت بتكون ماتت هلأ ما هيك؟ لا حبيبي لا ما ماتت لساتها عايشة وامك كمان كتير منيحة انت لا تخاف ماشي؟ ايه؟ مين هاي البنت؟ ما بعرف تحرك عود هو اللي شوف عود روح جيب حبل بسرعة حاضر لا اللي كنت خايفة منه هلأ صار كيف بدي امنع هالزلمة انه ما يخبر الحقيقة لحدا شو برياجيش؟ وين الدكتور؟ لازم يكون وصل هلأ رح روح أسأل عنه شو صار معكم؟ رامفير أنت صابك شي؟ سونالي لا تتحركي أنت اللي انصبتي بالرصاصة ارتاحي رصاصة؟ لا تحاول تتزاكى علي أبداً فهمان؟ ما راح أتركك يلا أحكي ليش كنت بدك تقوص على أخي؟ عمل لك ليش كنت بدك تقوص على أخي؟ أنا لازم لاقي حل فوراً قبل ما يبلشوا يسحبوا منه الحكي ويقول الحقيقة لازم لاقي طريقة بسرعة لازم أتحرك مثل شي وردي دبلة